ميسان نتعرف أكثر على الكثير من الأجوبة يلي طرحها الناس وأصحاب المحلات عبر كاميرا الإخبارية. بصرنا أنه يكون معنا بصباحنا غير لليوم السيد نضال مقصود مدير الأسعار بوزارة التجارة وحماية المستهلك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح النور. صباح الخير واهلا وسهلا فيك. يعني يمكن تابعنا نحن وياك التقرير سوا تبع زميلتنا سلمى عوده وشفنا كيف الاجواء العامه بشكل عام وكيف تنقلت من مكان لمكان. شو رايك اول شيء قبل كل شيء الرحمه لشهداء سوريا الابطال الذين هم كان لهم الفضل الاول والاكبر في استقرار اسعار وانخفاضها. نحن من خلال 10 أيام تابعنا أسعار الفروج الريج في الأسواق وفي المزارع لدى الأخوة المربيين وفي المسالخ. لاحظنا هناك انخفاض شديد في أسعار الفروج، حيث انخفض سعر فروج الريج من 800 إلى 525 إلى 550، وانخفض سعر فروج الني من 1250 إلى 900. ولكن لم نلاحظ هذا الانخفاض لمسه الأخ المواطن في أسعار عند شرائه لفروج البروستيد أو المشوي أو صندويش الشاورما. لذلك سرعان ما وجه السيد الوزير بعكس هذه الانخفاضات على أسعار أجزاء الفروج بكافة أشكاله ومسمياته. لذلك اتخذنا قرار وعممنا على السادة مدراء التجارة الداخلية في المحافظات بوجوب لحظ أي انخفاض في أسعار فروج الريش على أسعار باقي أجزاء الفروج وكافة أنواعه ومسمياته. انطلاقا من ذلك تم تسعير فروج المشوي والبروستيت، ونحن مستعدين لتلقي أي شكوى ونقوم بعالجتها فورا، وهناك توجيه باتخاذ أشد العقوبات وقد تصل إلى حد الإغلاق. ليس بضبط تمويني يتم عليه مصالحة مادية، إنما هناك عقوبات تصل إلى حد الإغلاق كل من يتلاعب بأسعار مبيع السلع والمواد الأساسية في السوق السوري. أستاذ نضال، لكل اللي عم يتابعنا هلا إن كان مواطنين أو أصحاب محلات، خلينا نرجع نذكر بتسعير الجديدة اللي تم وضعها للشاورما والفروج إن كان ني أما مشوي وبروستد. يوم الفروج الني 900 إلى 925 في كافة محافظات القطر، مع أخذين بعين الاعتبار طبعا هذا الفرق 25 ليرة يكون نتيجة إذا كانت المحافظة منتجة أم مستهلكة. ناهيك على أن أسعار البيض والفروج تحدد مكانيا من قبل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات، ولكن الوزارة تقوم بوضع الأسس والمعايير في تحديد الأسعار. من هذه المعايير والأسس هي التمييز بين المحافظة المنتجة والمحافظة المستهلكة، وبالتالي الشرحات كذلك الأمر تقوم مديرية التجارة الداخلية في وحماية المستهلك في المحافظات بتحديدها، وفروج البروستد والشاورما والمسحب إلى آخره وكافة أجزاء الفروج في ضوء أسعار الريش فروج الريش من المزارع إلى المسالخ. يعني شفنا بالمادة اللي سمعناها هلأ إنه سندويشة الشاورما بديت سعرها بين 300 إلى 500، شي بطلوع شي بنزل، على أي أساس هي معايير الأسعار؟ هذه السندويشة التي كانت تباع اليوم ب 400 كان سعرها، أنتم الجميع يعلم بأنها كان أسعارها بين 650 إلى 700 ليرة، والسندويشة الحجم صغير كانت ب 500. اليوم أسعارها انخفض أسعار الفروج بحدود 25 إلى 30%، مما انعكس على أسعار باقي أجزاء الفروج سواء كان ني أو مشوي أو شاورما. كمان أستاذ نضال، يعني كان في كمان مثل ما تابعنا بالتقرير بعض أصحاب محلات الفروج عم يعانوا من ارتفاع بالسعر، ودائما عم نلاقي في تفاوت يعني بين مكان ومكان، ونطلب منا أن نوصل هالشكاوي لكم. كيف تباين وتفاوت؟ أول شيء الفروج كما ذكرت، نحن أعيد وأذكر بانتصارات جيشنا ساهمت في إعادة الأخوة المربيين إلى العملية الإنتاجية نتيجة تحرير الأراضي التي كانت تحت سيطرة الإرهابيين. قاموا الأخوة المربيين بإعادة ترميم مزارعهم ومداجنهم، وبدأت الأفواج تطرح في السوق، مما انعكس على سعر المادة في السوق السوري. والأصل السعر يبنى من المزرعة، يعني إذا كان المادة الفروج تخضع إلى آلية السوق المبنية على العرض وطلب، بالتالي هناك إنتاج كبير، وهناك أخوة من المربيين أعادوا إلى عملية التربية، وهذا بفضل تضحيات جيشنا وتحرير المناطق، إضافة إلى توجهات الحكومة التي قامت بتوفير المواد العلفي وسمحت المجال لكافة المستوردين بالاستيراد
بالتالي انخفضت اسعار المواد العلفيه الى حد مقبول. نعم، هلا نحن عرفنا انه هي الاسعار انتم طالعتوا اسعار وخفضتوا الاسعار للفروج وكل شيء، بس نحن عم نشوف مثل ما تابعنا بلو ما في التزام، يعني طب انتم في دوريات معينه عم تدور لحتى تشوف في التزام ما في التزام، تسمع الناس شكوى تبعيتها؟ هناك جولات مفاجأة نوعية من أعلى الهرم الإداري موصلا بالسيد الوزير حتى المدراء المركزيين في الوزارة، وهناك تقسيم للمحافظات لقطاعات، ويقوم كل مدير مركزي بالإشراف على قطاع معين، ونقوم بجولات ميدانية مفاجأة على أسواق بيع، هو ليست فقط الفروج أو شاورما، على كافة المحلات والأسواق المركزية وأسواق الجملي والشعبي، ويتم اتخاذ العقوبات بحق المخالفين. استاذ نضال، يعني الاسعار هي رح تكون ثابته؟ اكيد. ما عاد في طلوع هالي. هناك انتاج منتجات، سبقت وان سبق وان ذكرت لك هناك كم هائل الحمد لله من الانتاج، ونحن نتواصل مع الاخوه المربيين في جميع محافظات القطر يوميا صباحا ومع دوائر الأسعار في المحافظات، كل مدير مختص في الوزارة يتواصل مع دوائره المنتشرة في المحافظات ليطلع على واقع أسعار المواد ووفرة هذه المواد وما هي الطروحات التي يمكن أن تقدم من أجل تخفيض الأسعار أو استقرارها. ولاحظنا نحن بالفترات الأخيرة لو كان انخفاض نسبي هناك جرى على بعض المواد انخفاضه، لو كان نسبي ولكن بدأت العملية الإنتاجية تقلع في الجمهورية العربية السورية على ساحات الوطن، ولو كانت بداية إقلاع بطيئة، وإنما هذا ستنعكس على توفر المواد في السوق وبالتالي على انخفاض الأسعار إن شاء الله. يعني هلأ ذكرت أنه أنت في حضرتك أنه في إنتاج للفروج، ولكن بعض الناس بتسأل أنه ليش نزلت أسعار الفروج وما نزلت باقي الأسعار، يا ترى شو في الفروج صاروا يخافوا العالم أنه هن يكون في شيء لحتى نزلت أسعاره، أنه هل هو مستورد، هل هو دائما منتج محلي في تساؤلات كثيرة للناس. كذلك عندما يكون هناك إنتاج محلي وفير أو الموسم بيكون بذروته بإنتاجه جيد ومردوده جيد تكون الأسعار انخفض، على سبيل المثال البندورة البطاطا أسعارها اليوم منخفضة كان مثلها مثل الفروج، أما باقي المواد الأخرى المستوردة فهي تخضع إلى تكاليف الاستيراد، ولهذه الغاية شكلنا لجنة مركزية في الوزارة لدراسة تكاليف استيراد المواد المستوردة، فيها مندوبين عن وزارة الاقتصاد، عن مديرية الجمارك العامة، عن مصرف سوريا المركزي، ونقوم بدراسة الأسعار من كل بنودها وتفاصيلها بدءا من سعر الصرف انتهاءا بكافة النفقات التي تدفع من قبل التاجر على المادة. يعني هالموضوع شغل بال كتير من الأشخاص، ومثل ما ذكرنا بالبداية يمكن صار في يمكن هيك احتفال فيه على الفيسبوك، هل رح نشهد أيضا بالأيام المقبلة انخفاض للمواد غذائية أخرى ويصير في هالفرحة يمكن يلي صارت؟ أنا أؤكد أن توجيهات الحكومة وتوجيهات السيد الوزير يوميا اتخاذ ما أمكن من الإجراءات لضبط الأسعار وتخفيضها، ونحن نعمل بهذا الاتجاه يوميا. اليوم الناس بتسأل بما أنه عم نحكي عن الأسعار وعن كتير من المواد، إن كان خضار فواكه منتجات معلبات إلى آخره، كتير من المواد اللي هي إنتاج سوري مو مستورد، أنه كمان في تفاوت كتير عم نلاقي بالأسعار بين المناطق بين هي الناس بتقول ليش هالتفاوت، يعني حتى بالخضار حتى بالفواكه فعلا يعني هو ما له تفاوت قليل، في تفاوت منيح. نحن نتمنى من كافة الأخوة المشاهدين والذي عم يسمعونا حاليا، أسعار الخضار والفواكه تصدر بنشرات دورية كل أسبوع أو كل ثلاثة أيام عن مديريات التجارة. هي النشرات بس بيشوفوا العالم ما عندما يذهب المواطن ويشتري أي سلعة محددة السعر ضمن النشرة والبائع لا يتقيد بها، عليه أن يلجأ إلى الاتصال بال119 وينتظر نصف ساعة يكون دورية حماية المستهلك جاهزة في تلبية طلبه. أكيد رح تلبى الطلب لأن الناس تقول مين هلأ بدي أقعد أتصل. طيب كمان نحن إذا ما تعرف في فعاليات كثيرة، إن لم تتعاون معنا المواطنين ويشتكوا نحن ما بنعرف مين خالف إلا من خلال دورياتنا المفاجئة اللي بتنزل على السوق وبالتابع حركة الأزمة.
يمكن موضوع الفروج والشاورما شكل يعني نقطة إيجابية وأيضا فرحة عند المواطنين السوريين. قديش هالأمل زاد عند المواطنين أيضا أنه يعني رح يصير في انخفاض للأسعار؟ وكيف لمستوا أنتوا هالتفاعل مع الناس بهيك إجراءات وقرارات جديدة؟ نحن طبعا سبق وذكرت لك لن ندخر أي جهة في تخفيض سعر أي مادة، وسنبحث دائما. ونحن في مديرية الأسعار نقوم بإجراء عمليات تحليل لكافة أسعار المواد والسلع، ونبحث عن مسببات الانخفاض أو الارتفاع لنعزز مسببات الانخفاض ونزيل أسباب الارتفاع. أحيانا يكون سبب الارتفاع هو قلة المادة في السوق، قد يتطلب ذلك اتخاذ إجراء على مستوى الحكومة أو الوزارة، نقوم بتقديم الاقتراح المناسب. وقد يكون هناك انخفاض في الأسعار نتيجة زيادة العرض وزيادة الإنتاج أو زيادة الاستيراد، وهذا صحيح لا أحد يبيع بخسارة من المستوردين، ولكن عندما يكون هناك كم هائل من المواد مطروحة في الأسواق يتم التنازل عن نسب كبيرة من أرباحهم مقابل تصريف بضاعتهم وإعادة العجلة لتحريك سرع الدوران رأس المال. وقت بيصير عندكم حالة طارئة لمثلا ارتفاع سعر مادة معينة بيصير يمكن شوشرة حواليها، مع شو هي الجهات اللي بتتعاونوا معها؟ نتعاون مع كافة الوزارات دون استثناء، ويتم في أغلب الأوقات الاستجابة لأي اقتراح من شأنه أن يخفض سعر المادة. ذكرت لنا أستاذ نضال أنه أصحاب المحال يلي ما ممكن أنه يعني يلتزموا بهالإجراءات الجديدة والتسعيرات الجديدة رح يتم اتخاذ إجراءات معينة بحقهم تصل إلى حد الإغلاق. خلينا شوي نذكر شو هي ممكن العقوبات يلي ممكن أنه تنفرض على المحل يلي ما عم يلتزم بتسعيرة. زملائنا في جهاز حماية المستهلك مستنفر على مدار الساعة لهذه الغاية، وهناك عقوبات بالقانون 14 لعام 2015، وهذه العقوبات تبدأ من الغرامة المالية 25,000 وتنتهي بالسجن لمدة سنة أو سنتين حتى ما الإغلاق. هناك مراحل عديدة وعقوبات عديدة، وهذا يعود تقديره إلى جهاز حماية المستهلك الذي هو معني بتطبيق قانون 14 لعام 2015. يعني نحن بنتمنى من كل أصحاب المحلات فعلا أن هنا يلتزموا، ونحن بنتمنى هالشيء أن يلتزموا وليلجأونا نتخذ بحقهم أي عقوبة رادعة بهذا يعني الشيء. يعني يمكن هذا الشيء بيضيف حالة عامة من الراحة النفسية. نعم. أي سعر مادة بتنزل بيرتاح شوي مع المواطن، لأنه الله يعينه على كاهله عبء كتير كبير يعني من الأسعار. فإذا شيء مادة نزلت كتير وجودك معنا اليوم أستاذ، ويعني بنتمنى هيك دائما هلأ الأسعار كلها تروح إن شاء منزول الله. شكرا لك. شكرا كثير لك استاذ نضال لوجودك معنا اليوم، ونتامل انه يكون في استضافات مقبله لانخفاض باسعار المواد الغذائيه. شكرا لك. رح نعم.